تواني بأحداث الهاي تهم دنيا الأماني ففي دار البقاء نعيمها وشقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي إلهي أنت حسبي يا رب العالمين فثبتني إلهي على نور اليقين وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى لبى داعية وأجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان والرحمة كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي أقدمها للمسلمين في أنحاء الأرض في عصر طغت فيه الماديات والشهوات وانشغل فيه كثير من الناس عما هو آت وانحرف فيه كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات أقدمها لنفسي ولإخواني لنصحح المسار ولنغير الواقع فلقد تراكمت الذنوب على الذنوب بل وقست القلوب وقل الخوف من علام الغيوب فوالله ما تغير وجه الأرض بهذه الصورة المظلمة وما خضبت الأرض بالدماء وامتلأت الأرض بأكوام الأشلاء إلا لأن كثيرا من الأحياء على ظهرها وإن كانوا من الأموات يتعاملون من منطلق أن الحياة تنتهي بالموت وتناسى هؤلاء أنهم سيعرضون على رب الأرض والسماء
للسؤال عن الكثير والقليل، قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحداث النهاية، تلك الأحداث تبدأ يقينا بالموت وتنتهي بالجنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا من أهلها. توقفنا في الحلقة الماضية عند هذا المشهد المهيب الرهيب الذي يظهر فيه بجلاء ضعف الإنسان. ضعف الإنسان مهما كانت قوته ومهما كانت سطوته ومهما كان مركزه ومهما كانت مكانته، وهو على فراش الموت ترى إنسانا ضعيفا جدا قد فقد كل الأسباب وقد ضاع منه كل شيء. ها هو هارون، هل تعرفون هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلي خراجك إن شاء الله. هل تعلم أخي الحبيب معنى هذه الكلمات؟ إنه يريد أن يبين للناس سعة ملكه: في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد. فلما نام على فراش الموت واقترب الأجل وأقبلت النهاية بكى هارون وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني